الدمشقية؟ الرسول قال كل بدعة ضلالة. أنا ما أظن قول الشافعي يعارض قولي، قول الشافعي يقال يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن للشافعي أن يخطئ. هذا الشافعي قد أفتى بوجوب الوضوء من مس الرجل امرأته مجرد اللمس، وقد عرضه أبو حنيفة وعرضه غيره وبينه مخالفة قوله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول دمشقية أيضا لو قلنا لهم قال رسول الله ما بيهتموا، بيقولون قال الشافعي. ويقول دمشقية أيضا شو نعمل يعني في كل مسألة يخالف فيها الشافعي الآن نقول خلص لأن الشافعي يفهم الحديث أكثر من دمشقية، فعليكم أن تأخذوا بقول الشافعي حتى لو عارض قول الرسول. يا محمد يا حبيب الله يا نبي الله أغس أغس بإذن الله.